حزوج وكون إنسان سعيد في الدنيا والآخرة، وشوف زوجة تعدل الميل تكون أخلاك جد آسرة، وكون أسرة بالإيمان وبكل السمح ذاخرة. حزوج زواج معقول وما بالفشخر الفاخرة، ولا هماني قول الناس وتعليقات مساخرة، عشان المسلم الفاهم بعين ديمة للآخرة. حزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، أخواني الشباب وأخواتي الشابات، الناس الراغبين في الزواج، البنات الراغبات في الزواج، الناس اللي بيفكروا ممكن نعمل شنو، ممكن نتصرف كيف في بعض الخطوات اللي بتواجهنا في طريق الزواج. سعيد أن أواصل معكم الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة. كنا في الحلقة الفاتت في برنامجنا حأزوج اتكلمنا عن الفترة اللي هي فترة خطيرة جدا ممكن تحصل فيها عملية تعلق عاطفي، اللي هي الفترة ما بين أن الزوج يكون عنده رغبة في الزواج أو البت، والوقت الآخر اللي يتم فيه موضوع الاختيار. الفترة اللي في النص دي ممكن تكون 4-5-6 سنة، ممكن الإنسان يقع فريسة لو هو علاقته بربنا ما كويسة، أو هو ضعيف ممكن يقع فريسة لنظرة، النظرة تؤدي إلى عالم آخر. تخيلوا اللحظة من النظر الإنسان ما راعى فيها الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي لك الأولى وليست لك الثانية. فبعض الناس بيكون بعاين تبعاين، تقول ليش نقول لك الله شغال في النظرة الأولى لسه؟ لا، النظرة الأولى دي هي لحظة، النظرة الأولى هي اللمحة، النظرة الأولى دي هي الشغالين بها كلنا في المجتمع. مجتمعنا الآن في الشارع مليء بالنساء، أنا كل ما شفت لي واحدة وزحيت بصري دي النظرة الأولى، ربنا ما بحاسبني عليها، ربنا بحاسبني أنا لما أستمر في النظر، لما أواصل في النظر. النظرة دي ممكن تقع في قلبي، لما تقع في قلبي الشيطان ما بخليها، هي لو نظرة وقعت في القلب والشيطان خلاها الموضوع سهل. المشكلة أنه الشيطان بيبدأ يشتغل شغله، بيبدأ يخيل لك نفس شفتها دي، بيبدأ يخيل لك أجمل بعشرين مرة، لدرجة أنك ممكن لو شفتها بعد شهر أو شهرين تقول مستحيل دي شفتها أنا زمان. لا، شفتها إنت زمان ما دي، شفتها إنت زمان دي مع الشيطان، هو اللي حلاها لك، هو اللي خلاها لك أحلى وأجمل. كثير من الناس عنده مشكلة مع النظر، المشكلة دي بتخليهم فعلا يقعوا في قضية العلاقات العاطفية غير الجيدة. لما نقول غير الجيدة أو غير الصحيحة، لاحظوا ما بنتكلم عن الحرام الكبير الفاحشة مباشرة، لا، احنا عندنا قاعدة، العلاقات دي مفترض عشان تبقى صح تتحول مباشرة للحلقة، للحاجة اللي ذكرناها في الحلقة قبل الماضية، اللي هي أن الإنسان يبادر إلى العلاقة الرسمية، الخطوبة ثم الزواج متى ما تيسر له. لكن المشكلة اللي بتحصل أنه الناس بيقعوا في العلاقات دي وبيستمروا فيها، وللأسف بعض الشباب وبعض البنات بيستمتعوا بها. ليه؟ لأنهم بيقولوا ما كل الناس بيعملوا كده. عليك الله، في زول ما حبه قبل ما يعرس؟ في زول ما حبه؟ كل الناس بتحب، الأولاد كلهم بيحبوا، البنات كلهم بيحبوا، إيش معنى أنا اللي أقعد من غير ما أحبه من غير ما يحبوني؟ الحب ده ممكن يبقى عرس وممكن يبقى تسلية، ما هو في النهاية زول بيغير جو يا جماعة. الدنيا دي ما كلها كده كتمة كتمة كتمة، الواحد لازم يغير جو، الواحد لازم يكون في طرف تاني بيتونس بيه، الواحد لو في دراسة لو في حي لو في مع الأهل مع غيره يحس أنه لما يجي ماشي مشوار خاطف باله أنه حيقابل الطرف التاني والطرف التاني. لاحظوا الشيطان قاعد يغزينا بشنو، شيطان قاعد يملأ أذهاننا بأشياء زي دي، هي اللي بتخلينا نقع في موضوع العلاقات العاطفية في هذه الفترة، فترة الفراغ اللي هي فترة خطيرة جدا. اتكلمنا في الحلقة الفاتت وقلنا ليه العلاقات زي دي ما بتنتهي بزواج، ليه بتنتهي بفركشة، السبب شنو؟ قلنا أنه في أسباب كثيرة جدا، من ضمنها نظرة الشاب والفتاة بتختلف عن بعض الموضوع، ده بيشوف زميلة وهي بتشوفه حبيب، فهو لما يفكر في الزواج بيشوف حبيبة هي تحس أنه طار منها، مع السلامة، غشاني خدعني وتبدأ تولويل في أنه عمل وعمل وسوء، وهو أصلا يا بنت الناس هو ما خلاكي لأنه أصلا ما كان دايرك. الحاجة الثانية اللي قلنا أنه بتتسبب في فشل العلاقات هو أنه كل واحد من الطرفين ممكن يكون عنده علاقات ثانية من غير ما الطرف ده يعرف، وبالتالي لما يريد فعلا الحلال ويريد فعلا الزواج ويريد فعلا أنه يكون في عش الزوجية العش النقي والطاهر بيتجه للحاجة الدائرة وبيخلي كل الحاجات دي. في سبب ثالث وهو سبب تكلمنا عنه في كلامنا قبل شوية، هو اللي حنواصل فيه في حلقتنا اليوم، وهو أنه في كثير من الشباب وكثير من البنات بيقولوا
أنه نحن في سن بتاع ضغط، في سن بتاع شهوة، مع أنه ما ننسى إحنا قبل كده قلنا شنو؟ قلنا شهوة دي زي البيبسي هادية، لكن خجة زي البيبسي هادية، مسلسل تركي فيلم محرم يوتيوب مقاطع إباحية أوف أوف نت خلاص أنت ما هو هي هادية، ربنا خلاها فيك هادية حتى تفريغ الشهوة دي، الشهوة البحتة تفريغ الله سبحانه وتعالى جعله في النوم بالاحتلام وأشياء كثيرة جدا أشياء صحية. أنت لما تبدأ تحرك وتبدأ الشهوة تثور وتبقى شهوة والعياذ بالله حيوانية، الزول بيبدأ بعد ذاك يبحث عن فريسته على الملأ، وهي تبدأ تبحث كذلك عن شهواته على الملأ. إذن هي أصلا شهوة راكدة، شهوة ثابتة. مشكلتنا معها زي ما قلنا هي قضية التحريك. قلنا أنه الشباب والبنات بيقولوا نحن في فترة بتاعت شهوة بتاعت ثورة بتاعت شباب، ومتأكدين أنه زواج قريب ما فيه. واحدة يا دوب عمرها 16 داخل على 17، يعني ما شاء أولى جامعة. شاب يا دوب عمره 17 سنة، يعني يا دوب في بداية أولى جامعة. ده متخيل أنه أقل شيء قدامه 8 سنوات، 3 سنوات يبقى عمره 20، 5 سنوات يتم 25، يا دوب يكون له سنتين يشتغل. أنا حأقعد 8 سنة ساي كده ساي من غير أي حاجة؟ يا أخي أنا لازم تكون في حاجة تسليني، لازم تكون في حاجة تحركني. أنا ما دير أقع والعياذ بالله في الزنا، ما دير أقع في الحرام، أعوذ بالله، ما منو اللي قال كلام زي ده؟ أنا ما بيخطر في بالي كلام زي ده أصلا. ولما تمشي خطوات الشيطان اللي قلناها ويلقى نفسه وقع في حاجة حرام يقول أقسم بالله ما كنت في يوم من الأيام متوقع أنه أنا فلان ممكن أصل لحاجة زي دي. وهي تقول أنا أقسم بالله ما كنت متخيلة أنه في يوم من الأيام أنا الطاهرة العفيفة اللي تربيت، أنتوا عارفين تربيتي كيف؟ عارفين أبوي رباني كيف؟ أنا متربي على الطهر والعفاف وا وا وا، ما كنت متخيلة أن يوم من الأيام أقع في حاجة زي دي. ده كله حصل ليه؟ ليه ده كله بيحصل معانا؟ عشان الكلام اللي احنا قلناه اللي بيتسبب في فشل هذه العلاقات. إذن الحرام حرام والحلال حلال، والحاجة اللي انت بتشك فيها بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الزول يبعد من أي حاجة بشك فيها. خلوني أبدأ معاكم بما أننا نتكلم على العلاقات العاطفية في المرحلة دي، نبدأ مع بعض نتكلم عن بعض الوصايا. الوصايا دي أنا اخترتها اختيار، اخترتها ليه؟ اخترتها لأنها وصايا مهمة بيحتاج الشاب وبتحتاج برضو الفتاة. ما هي هذه الوصايا؟ الوصية الأولى عشان ما نقع في الفخ بتاع العلاقات الماصح قبل الخطوبة، الوصية الأولى بتقول احذر 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 من وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك واتساب، أي وسيلة تنتشر في أي وقت قادم، أي وسيلة بيستعملوها الناس بشكل كبير جدا، احذر من هذه الوسائل. ليه؟ لسبب بسيط خدتوا في بالكم. السبب البسيط بيقول شنو؟ التعبير بالكتابة أسهل من التعبير باللسان. إيك لو تعرف الكلمة دي صعبة كيف؟ مصيبة. ما هو شوف، هي زميلتك رسلت لك طلب صداقة وانت رسلت لها طلب صداقة، بقيتوا أصدقاء، أو أخذت رقم تلفونها أو أخذت رقم تلفونك وبقيتوا متواصلين بالواتساب. أي زول بيديه لحظات ضعف أو لحظات مشاعر، لحظات حنين، لحظات سميها اللي تسميها، أنت اللي بدي قدام عينك ما بتقدر تقول لها كلام مباشر، إلا طبعا الزول الجريء ده موضوع تاني، لكن غالب الناس ما بيقدر يقول الكلمات الحب وإلى آخره بصورة مباشرة قدام البت في وشها طوالي، ولا البت شبه مستحيل، إلا النادر جدا أنها تقول الكلام ده في وش الولد بصورة مباشرة. الكلام ده واقع صعب جدا، صعب جدا جدا أنه يكون في مباشرة في الكلام بين الطرفين، خاصة عند أغلب الناس اللي الأصل فيهم أنه في نوع من الحياء. اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل أنه أنا لما تجيني اللحظات دي، لحظات الضعف دي، ممكن أعبر بالكتابة، أنا ممكن أرسل حاجة مكتوبة، لأنه الكتابة دي الزول بمخمخ فيها، بيكتب بمزاج الحاجة الدائرة، بيكتب بطريقة فيها نوع من كل المشاعر والأحاسيس، بعدين أرسل ولا ما أرسل، أدوس ولا ما أدوس، تردد دز، أوف خلاص مشت، ويفضل الآن منتظر
يا ربي وصلتها ولا ما وصلتها، لو وصلت ردت فعلها شنو، حتشاكلني حتزعل مني حتفرح، ونبدا في خيالات 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 خيالات. ونفس الشيء بالنسبه للبيت مع الشاب. المشكله عارفين في وسائل التواصل دي شنو المشكله فيها؟ ان وسائل التواصل دي ما بتجي توش مره واحده، لا، الرسائل دي بتبدا حلوه حلوه واحدة واحدة حبة حبة. بتبدأ أول حاجة جمعة مباركة، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، ويرد على جمعة مباركة. والجمعة المباركة بعد شهرين ثلاثة تبقى مشتاقين، وبعد شهرين ثلاثة تبقى الكلمة الصريحة مباشرة في وشه وهو يقول لا في وشها، ونبدأ في علاقات وفي سهر بالليل و و و و علاقات لن تنتهي. خلونا نواصل مع بعض الكلام الجميل ده لكن في الحلقة الجاية. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتزوج وكون إنسان سعيد في الدنيا والآخرة، وشوف زوجة تعدل الميل تكون أخلاق جد آسرة، وكون أسرة بالإيمان وبكل السمح ذاخرة. حتزوج زواج معقول وما بالفشخر الفاخرة، ولا همان قول الناس وتعليقات مساخرة، عشان المسلم الفاهم بعين ديمة للآخرة. حتزوج